بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع. أين الكتاب؟ الكتاب على مكتب المعلم. أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. الكتاب مبتدا مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكتاب مبتدا مرفوع على حرف الجر يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. مكتب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. المعلم مضاف إليه مجرور بالإضافة. التقدير. أين الكتاب؟ الكتاب كائن على مكتب المعلم. أين الولد؟ في الدار. أين اسم استفهام خبر مقدم. الولد مبتدا مؤخر مرفوع فيه حرف جر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار اسم مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف في محل رفع. التقدير. أين الولد؟ الولد كائن في الدار. هذا رف. ها حرف يدل على التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا. رف خبر المبتدا مرفوع. سعيد يشرب الشاي بالفنجان. سعيد مبتدا مرفوع. يشرب فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. الشاي مفعول به منصوب بحرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الفنجان اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يشرب. عثمان يأكل الطبيخ. عثمان مبتدا مرفوع. يأكل فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. الطبيخ مفعول به منصوب. أين سخانات الماء؟ هات إبريق الشاي. أين اسم استفهام خبر مقدم. سخانات مبتدا مؤخر وهو مضاف. الماء مضاف إليه مجرور بالإضافة. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. إبريق مفعول به منصوب وهو مضاف. الشاي مضاف إليه مجرور. من يقرأ في البيت. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يقرأ فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. في حرف جر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. البيت اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل يقرأ. من يأكل الطبيخ. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يأكل فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدا. الطبيخ مفعول به بالفعل يأكل. ما هذا في الرف. فنجان. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ها حرف يدل على التنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. واسم الإشارة منعوت فيه حرف جد. الرف اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت في محل رفع. التقدير. ما هذا الكائن في الرف. هذا فنجان. فنجان خبر لمبتدا محذوف. من هذا في الفصل. من اسم استفهام مبتدا. ها
ها حرف التنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع خبر. أو تقول من اسم استفهام خبر مقدم، واسم الإشارة مبتدأ مؤخر. واسم الإشارة منعوت في الفصل جار ومجرور، وشبه الجملة متعلق بمحذوف نعت في محل رفع. التقدير من هذا الكائن في الفصل. هات المباراة يا سعيد. هات اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أعطيني، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المباراة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. سعيد مناضع مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. والتقدير أنادي أو أدعو. اشرب الشاي بالسكر. اشرب فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الشاي مفعول به بالفعل اشرب. بحرف جر مبني على الكسر، لا محل له من الإعراب. السكر اسم مجرور، والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل اشرب. كل الطبيخة. كل فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الطبيخ مفعول به منصوب. خذ المقلمة يا كريم. خذ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. المقلمة مفعول به منصوب. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. كريم مناضع مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. والتقدير أنادي أو أدعو. اقرأ الدرس يا فريد. اقرأ فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. الدرس مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. فريد مناضع مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف. والتقدير أنادي أو أدعو. محمود يشرب القهوة. محمود مبتدأ يشرب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو يعود على المبتدأ. القهوة مفعول به منصوب. اشرب القهوة بالسكر. اشرب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. القهوة مفعول به منصوب. بالسكر جار ومجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل اشرب. هذا الولد يأكل الطبيخ. ها حرف التنبيه مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. ذا اسم إشارة للمكان القريب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الولد نعت لهذا مرفوع بالضمة لأنه يتبع المنعوت في إعرابه. يأكل فعل مضارع خبر المبتدأ مرفوع، وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ أي هذا. الطبيخ مفعول به منصوب، وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والله أعلم بالصواب.